الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء بعد أرحب بكم جميعا وأرحب بجميع الإخوة الصحفيين على المجهودات وعلى العداء اللي كتكبدوا بعد باش كتوصلوا عندنا لهذه المنطقة. يعني كنشكركم جزيل الشكر ومرحبا بكم في الأرض ديال السيد موسى المجلوب. السيد الرئيس المجلس القروي للسيد موسى المجلوب، السيد رئيس مجلس القروي لجماعة الشلالات. نحن في النسخة الثالثة المشتركة بين جماعة الشلالات وسيدي موسى المجلوب وبتعاون مع جمعية بلادي، ولله الحمد الأعمال كتحسن سنة من سنة، وكذلك تزايد الزوار. السنة الفارطة كنا سجلنا 72,000، وهذا العام كننتظروا باش ما بين السبت والحد تكون عندنا 105,000، والحمد لله راكم لبستوا هادشي بعينيكم. الصربات الان اللي تسجلوا كتسجل 33، وقع تزايد، دابا وصلنا اللي تسلموا البارود اليوم والحبه تسلمت 39 صربه، وباقى صربه عيطوا لنا راهم داخله، هي غتكون 40 صربه ان شاء الله، ولكن سدينا اللائحه. لماذا؟ لان السبت والحد ما يمكنناش نقتنيو البارود عاوتاني من جديد، ف يلا غادي نقدو نسيروا هاد 40 صربه بالبارود اللي عندنا باش كلشي البارديه والمقدمين يكونوا على خاطرهم. قلنا الهدف عندنا هو ان الزوار يمشيو بخير وعلى خير، وان الكل يكون في احسن ما يرام. الارقام والمسائل الاخرى نخلي الاخ سي عمر يقدم لكم بعد. اخوان حضور الكريم، تقليدا للذكرى 20 لتربع صاحب الجلاله نصره الله على عرشه المجيد، كيف ما شرح لكم السي سعيد، هذا في اطار النسخه الرابعه اللي كيتنظم هذا الموسم بتعاون بين كل من جامعه الشلالات، جامعه سيدي موسى المجدوب وجمعيه بلادي. النسخه الرابعه والحمد لله كيف ما كتشاهدوا عام على عام كاين تحسينات في التنظيم، كاين تزايد في عدد الصربات الى اخره، والشكر الموصول لكل من السيد العامل على رأسهم والسيد قائد الدرك الملكي وعناصر الدرك الملكي الوقاية المدنية والسيد الرئيس جمعية بلادي اللي بذل معنا مجهودات كبيرة. 80,000 85,000 باتت هنا البارح تقريبا ما يقرب على 70,000 الزوار الراقي كيدخلوا. احنا كنشوفوا لان هذا العام كما تفضل السيد رئيس السي مكي وعمر وقال لكم بانه كانت تحسينات، التحسينات غنفسر لكم. مثلا هذه السنه الناس اللي كيكريو الخيام من الناحيه الامنيه، لان الانسان اللي كيتعلم من الاخطاء اللي كتكون اليوم جمعهم الناس ديال الدرك مشكورين والوقايه المدنيه والناس ديال الامن اللي كيشتغل الامن، وراكم شفتوا وحدتوا الامور في الاعتراض وطلبوا منهم ولاد القبيله واللي معروفين حتى الناس هنا كيجيو بوليداتهم بعائلاتهم الى اخره. يعني خصنا نحافظوا لهم على الحفاظ على التوازن داخل الازقه، ونحافظوا لهم يعني ما يكونش معهم البراني اللي ما عنده غرض اللي جاي غير الراس. ولهذا هاد الناس كيجيبوا البطاقات الوطنيه بطبيعه الحال، الانسان كيجي يكلم عنده خيمه وهو ما كيعرفوش كياخذ عنده البطاقه قبل ما يكري ليه كيعطيها للدار. الدار كيديروا التوقيت ديالهم كيديروا مسائلهم. كان براني كان ولد القبيله ما كاينش مشكل، لان ولد القبيله الا جا دخل كاين خالو كاين عمو كاين ولد خالته غادي يحشي ما يحشي، وغيكبر يكبر ويحضي راسو ما يقدرش. هذه من الاشياء اللي درنا هذه السنه ونجحنا فيها. حنا شفنا تما كيخدينا احصائيات، هذا الشيء جبته على الاحصائيات اللي خدينا، كاين ارتفاع كبير، كاين 40% زايده بالنسبه للسنه الفارطه. عملوا كنا في 72,000، حنا دابا في 93,000، وكان ارتقوا نهار السبت والحد تكون واحد 105,000 ان شاء الله ديال الزوار. زدنا حنا هيك الحمد لله الاناره موفره، الماء الصالح الشرب موفر، وهادشي كنقول لكم راكم لمستوه شفتوه انتم الساده الصحفيين.
طبيعة الحال راه ماشي سهل باش تجمع 100,000 ديال البشر وتوفر لها الامن وتوفر لها المبيت وتوفر لها الماء والضوء. راه اللي قال العرس سهل يسقيني على الماء. اللي كلهم تعاونوا معنا والموظفين والاطوف اللي كلهم تعاونوا معنا باش ننجحوا هذا العرس الكبير. راه هذه 20 يوم والناس كتشتغل باش يكون هذا الشيء، راه تيجي ينزل والعدد غادي كيرتفع. وعاوتاني هذه السنه غادي نعملوا واحد الاجتماع تقويمي ديال اخر الموسم ان شاء الله، ونعاود نشوفوا الاخطاء اللي يمكن طحنا فيها باش ان شاء الله الا بقى العمر عاوتاني النسخه المقبله ما نطيحوش عاوتاني في هذه الاخطاء.